بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سأقدم لكم اليوم درس جميل جدا، هو كيف تحول الويندوز اكس بي الى ويندوز 7. طبعا تحول الشكل والمظهر الخارجي. اولا ندخل الويندوز اكس بي. طبعا عندي فيرتشوال ماشين لماكينة عامية. اولا تذهب الى الرابط الموضح وتقوم بتنزيل البرنامج. قم بتنزيل البرنامج. طبعا البرنامج ندخل على البرنامج. طبعا نضغط عليه مرتين، البرنامج يبدأ بالعمل. نختار اللغة الإنجليزية. نضغط أوكي. ننتظر قليلا حتى يبدأ البرنامج بتحميل اللي بدأ عمل الانستولاشن. نضغط next، نضغط I accept، next. طبعا يبدأ الآن البرنامج بعمل الانستولاشن لتحويل مظهر الويندوز من ويندوز XP إلى ويندوز 7. سأقوم بإغلاق الفيديو وأعود بعدما تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم تقريبا بعد انتهاء تسطيب البرنامج. نضغط next بعد ذلك. نضغط finish. نعمل ريستارت للجهاز. نلاحظ أنه عندما عمل الستارت والعودة تقريبا أعطى شكل الويندوز 7. أعطاني تحت ويندوز 7 ألتيميت. نلاحظ أن الويندوز أصبح الويندوز XP أصبح ويندوز 7.